حطي المانيكير على السكر. وتعالي اقول لك بقى على فكره النهارده، فكره ما جاتش على بالك قبل كده، بجد فكره النهارده هتعجبكم جدا. انا سمر، دي قناتي، اتمنى تشتركوا عندي وتفعلوا الجرس علشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه على طول. اول فكره معايا النهارده وازاي ارجع القصافه جديده. لو القصافه عندك بقى مش بتقص ومش حاميه كده، تعالي بقى نرجعها جديده بورق صنفره. احنا بنستغنى عنه وبنرميه ورقة صغيرة كده ونعمل بيها القصافة من كل الاتجاهات، هترجع عندك القصافة جديدة. بجد فكرة هتعجبكم جدا. هتقدري ترجعي بقى القصافة جديدة وكأنك لسه شارياها. وبرضو لو المقص عندك مش حامي كده، هنقدر برضو بالصنفرة نرجعه برضو جديد ونسن كده المقص بيه. برضو بورقة الصنفرة، بجد أفكار هتعجبكم جدا، جربوها ومش هتندموا. بص المقص بقى بعد ما سنناه بالصنفرة رجع يقص كويس جدا. وتاني فكرة معايا النهاردة، حطيت المانيكير او طلال الاظافر على الملح. وتعالي اقولك بقى على فكرة النهاردة. الفكرة التانية عندي بقى ان لو وقع منك المانيكير او طلال الاظافر كده على التسريحة او على الازاز عندك او حتى على الارض، هتقدري بمنتهى السهولة تشيليه بطريقة سهلة جدا، عن طريق بقى هنرش عليه شوية سكر كده، وطبعا عشان السكر غالي ممكن نبدله بالملح وهيديكي نفس النتيجة. يعني بالسكر او الملح هتقدري تشيلي بقى المانيكير اللي وقع او طلال الاظافر بمنتهى السهولة. بصي اتشال معايا بمنتهى السهولة من غير ما يسيب اي اثر على المكان اللي وقع عليه. بصي بسهولة جدا اتشال. الطريقة دي بجد هتعجبكم جدا. بصي اتشال من غير اي اثر. تالت فكرة معايا بقى النهاردة، طبعا عندنا كلنا الكحول ما بنقدرش نستغنى عنه في البيت. تعالي اقولك بقى استخدام ليه هيعجبكم جدا، من غير بقى أسيتون ومن غير أي حاجة. هتقدري تشيلي المانيكير اللي حطيتيه على ضوافرك عن طريق الكحول. هنحط كده نقطة منه وبجد هيشيل بمنتهى السهولة ومن غير ما يسيب أي أثر على الأظافر. بص النتيجة بجد تحفة جدا. رابع فكرة معايا بقى النهاردة، هجيب بقى بولة كده فاضية واحط عليها كيس. وتعالي اقولك بقى على الفكرة اللي هتعجبكم جدا. طبعا كلنا لما بنيجي نضرب بالمضرب، اول ما بنشغله لو بقى بنضرب عشان نعمل كيك او عشان نعمل كريم شانتيه او اي حاجة، بتلاقي الرخامة كلها اتبهدلت منك. هنجيب بقى الكيس كده وهنعمل فيه، هعمل فيه بقى فتحة صغيرة كده وهحط المضرب من الفتحة دي، وكده هضرب بقى الكيك او الكريم شانتيه بمنتهى السهولة من غير ما يبهدل معايا الرخام ومن غير ما يبهدل كل حاجة حواليا. اتمنى بقى افكار النهاردة تكون عجبتكم، واتمنى تشتركوا في قناتي وتحطوا لي لايك لو الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، واشوفكم في فيديو تاني بافكار تانية ان شاء الله.